تجزئة الأمل هي جات من أجل إغناء الرصيد العقاري لمدينة الوطية، ومن أجل كذلك توفير السكن اللائق لساكنة المدينة والبحارة العاملين في قطاع الصيد البحري في هذه المدينة. هذه حقا هذه التجزئة عرفت واحد التعثر كبير، لأنها تقريبا التجزئة عدت تقريبا 18 سنة، ربما قرابة 18 سنة ولم تنر نور حد الساعة، نظرا لأنها مشاكل فيها مشاكل كبيرة. أولا أنها التجزئة على 46 هكتار، ثانيا التجزئة المداخل للتجزئة لا تفي بالحاجيات ولا تستجيب للبنيات التحتية الأساسية اللي تعود في تجهيز هذه التجزئة، لأنها مشات أثمنة اللي هي جد ضئيلة جدا، وما يمكن لهاش أنها ما يمكنش هذه الأثمنة باش مشات التجزئة أنها تقوم بالتجهيزات الأساسية اللي هي ضرورية في مثل هكذا تجزئات. إذا هنا عندنا إشكالات، عندنا إشكال كذلك ديال الشركة المتعاقدين معها ديال تزويد هذه التجزئة بالتيار الكهربائي، واللي حققت وقفت هذه الشركه هذه اللي لاسباب ماليه ربما عندها، واللي حنا دابا عندنا معها مشاكل حتى الساعه حنا في طريق ديال فسخ العقده، ولكن تعرف طريق فسخ العقده كيطلب مساطر طويله وطويله جدا، وهي اللي خلاتنا نتعطلوا شيئا ما. فيما يخص التصميم ديال التجزئه، حنا وضعناها رهن الاشاره ديال في اطار الدراسه ديال لجنه المشاريع الكبرى، وبدات فيه مجموعه من الملاحظات، لا من طرف الوكاله الحضريه ولا من طرف قسم التعمير بمدينة طنطا ولا بعض المتدخل الآخرين في هذه اللجنة، وإحنا تقريبا رانا استوفينا جميع الملاحظات اللي قدمتها اللجنة إن شاء الله، وإن شاء الله لهي إن شاء الله في القريب العاجل لهي نوضع تصميم كذلك لإعادة الدراسة، ومن بعد المصادقة عليه إحنا غادي نمروا للمسطرة الأخرى، الترخيص للمستفيدين بهذه التجزئة، ونتمنى أنه في غضون شهرين إن شاء الله نتمنى أنها فعل حقا يرخص التجزئة، وبالتالي نمروا للترخيص ديال المستفيدين منها بحول الله. إذا تقريبا المشاكل ربما قطعنا واحد الشوط كبير فيما يخص تجزئة الأمل، واللي يمكننا إن شاء الله نتخطى مجموعة من الصعاب والعقبات، واللي إن شاء الله غادي اللي تفتح المجال للناس باش حقا يقوم ببناء منازلهم في هذه التجزئة. بالنسبة للديور، بالنسبة حنا كان عندنا واحد الحي السوق القديم، حي السوق القديم فيه إعادة الإسكان، ووزارة الإسكان بنات واحد 144 دار من أجل إسكان الناس ساكنة في هذا الحي. الديار جاهزة موجودة، عندنا كانت هناك إشكال فيما يخص المستفيدين، نوع المستفيدين، شكون غيستافد وكذا وكذا، وقع فيها مجموعة من النقاشات. تقريبا لائحة ديال المستفيدين هي جاهزة وهي موجودة، كيبقى فقط للناس المختصين والمتدخلين في هذا البرنامج هذا السكني أنهم يديروا اجتماع ويجتمعوا مع الجمعية ولا مجلس البلدية ومع جميع المتدخلين من أجل إيجاد الحل الأمثل والأنجع من أجل الصراع بالإعادة إسكان هذه الفئة من ساكنة حي السوق القديم، وبالتالي نكون حلينا هذا الإشكال هذا المطروح. وحتى هذاك ولينا هيك منطقة مخصصة منطقة سياحية، ولأن منطقة قديمة وهي خاصة تكون منطقة سياحية حقا، وهي فالور هي قيمة مضافة لمدينة الوطية. إذا باش نستثمروا هذاك الوعاء العقاري، نستثمروا في هذاك الوعاء العقاري ونجربوا للمستثمرين، يا ريتنا نخرجوا منه الساكنة الناس اللي ساكنة فيه ونفتحوه على الاستثمار في المجال السياحي. إذا خاصنا احنا كامل نتحمل مسؤوليتنا، لا احنا كمنتخبون مجلس بلدي، لا سلطات محلية، لا إقليمية، لا إدارة مركزية من وزارة الإسكان، لا محليا. إذا خاص كل شيء يتحمل المسؤولية ويتجندوا كاملين من أجل الإسراع بإعادة إسكان هذه الفئة، وبالتالي تقديم هذا الوعاء العقاري للمستثمر الذي عنده رغبة في الاستثمار في المجال السياحي.